الكومفورت زون من اكتر الحاجات اللي بيعاني منها جيل الالفينات بالكامل. مكسل طول الوقت، مش عايز اعمل حاجه، ماليش نفس، عايز طول الوقت اكل والعب واخرج مع اصحابي واتفرج على افلام ومسلسلات، عايز تبقى عايش في زون المرأة من الاخر. وعشان كده في فيديو النهارده هنشرح شويه افكار ممتازه هتساعدك تطلع من منطقه الراحه او الكومفورت زون. السلام عليكم يا طلاب ويا طالبات، في حلقه جديده من سلسله الطالب المجتهد المقدمة من منصة KBS Education. خلينا نبتدي بتجربة بسيطة. لو انت قاعد في أوضة ما فيهاش أي حاجة خالص، وفي كتاب قدامك على ترابيزة صغيرة، والفون بتاعك مش موجود، ومفيش تلفزيون، ومفيش أي حاجة في الأوضة تتسلى بيها غير الكتاب اللي قدامك ده، في الغالب هتمسك الكتاب ده وتفر فيه، بل ممكن كمان تخلص الكتاب خالص. طيب لو انت في نفس الأوضة وقدامك نفس الكتاب، بس جنب الكتاب ده الفون بتاعك، احتمالية انك تمسك الكتاب وتقراه بتقل بشكل ملحوظ، ولكن تظل موجودة. يعني ممكن تمسك الفون شوية تزهق من السكرول اللي ملوش اي 30 لازمة ده، فتسيب الفون وتمسك الكتاب. طيب لو انت في نفس الأوضة وقدامك نفس الكتاب، بس جنب الكتاب ده الفون وريموت التلفزيون، ساعتها احتمالية انك تمسك الكتاب ده وتقراه بتنعدم تماما، مستحيل تسيب الفون والتلفزيون وتمسك في الكتاب. يعني بالعقل مش هتسيب الافلام والمسلسلات والفيس والواتس والرغي وتسيب كل ده وتمسك الكتاب. شايف بقى ايه اللي اتغير في الاكسبيرينس دي؟ يعني انت زي ما انت، الكتاب هو هو. ايه اللي فرق في المعادلة خلاك اول مرة تمسك الكتاب وفي تاني وتالت مرة لا؟ اللي هيوضح لك كل حاجة هي التجربة اللي اتعملت في سنة من السنين. جابوا كذا شخص وحطوا كل واحد فيهم في أوضة، الأوضة دي ما فيهاش أي حاجة غير زرار فوق ترابيزة كل ما بتدوس عليه بتتكهرب. فكل اللي كان مطلوب من الناس هو إنهم ما يعملوش أي حاجة لمدة 5 دقايق بس. تخيل بعد 5 دقايق بس 67% من الناس قعدوا يدوسوا على الزرار اللي بيكهرب، يعني ما قدرش يستحمل إنه ما يعملش أي حاجة لمدة 5 دقايق بس، أو بمعنى صح ما قدرش يستحمل الملل. الموضوع كله في الملل. والنتائج العلمية اللي طلعت من التجربة دي قالت ان الانسان بيفضل اي حاجة حتى لو الحاجة دي مؤلمة على انه يشعر بالملل. تخيل، بمعنى صح بيفضل الالم على الملل. ان احساسك بالملل هو اللي خلاك تقرأ الكتاب حتى لو فعلا ما كانش ليك نفس تقراه. نفس الحوار بيحصل وانت راكب المواصلات، او مستني دورك في كشف ليك او لحد من اهلك، او مستني الدكتور يجي في المحاضرة. اول حاجة بتيجي في دماغك هي انك تطلع الفون حتى لو انت زهقان منه جدا. لو الفون مفهوش نت اصلا بتقعد عليه برضه، حتى لو هتفتح النوتة وتكتب اي حاجة. وبناء على الكلام ده فانت تستوعب ان اللي مطلوب منك بالظبط عشان تطلع من الكومفورت زون هو اعادة تصميم البيئة اللي حواليك. يعني يمكن من اكتر الحاجات اللي كانت بتميز الاجيال القديمه انها كانت عايشه من غير كهرباء، فما فيش لا نت ولا تلفزيون ولا اي ملهيات من العندينه دي، فكانت قدراتهم على التركيز والانتاجيه اضعاف اضعاف قدراتنا، لان اوبشن الملهيات كان متشال من حياتهم. انت لو عندك حد كبير شويتين وسالته ايه احسن وقت كنت بتذاكر فيه، هيقول لك لما نقطه نقطع، لان ساعتها ما بيكونش فيه اي حاجه يقدر يعملها غير انه يذاكر. عشان كده انت محتاج تعيد بناء البيئه اللي حواليك بحيث انها تساعدك في انك ما تتشتتش وتخلص اللي وراك. انت مدمن سوشيال ميديا، امسح التطبيقات دي من فونك، او افتحها من اللاب او البي سي. انت بتحب الجيمز على الفون، اخفيها من فونك، او اعمل لها نقش ما تكونش عارفه. بتحب تقعد على البي سي او التلفزيون، شيل شاشه البي سي او التلفزيون كلها من الاوضه. فالفكرة انك تبعد عنك الحاجات اللي هتسحبك للكومفورت زون. اللي عايزين نطلع بيه من الفيديو ده ان ما يكونش قدامك اصلا ان انت تختار ان انت تتفرج على التلفزيون ولا تذاكر، تخش على الفيسبوك ولا تتفرج على كورس. مش عايزين اصلا يكون في اختيار، احنا عايزين نشيل الخيار اصلا، بحيث ان ما يكونش في رغبة جواك عمال تمنعها طول الوقت، وده هيستنزف من طاقتك ووقتك ومش هيخليك مركز وانت بتعمل المهمة. زي بالظبط انك تقعد تذاكر على السرير، 50% من تفكيرك متاخد في انك عملت تقاوم النوم، فبالتالي لا انت نايم ولا انت عارف تذاكر. فالحل الوحيد عشان تخرج من الكومفورت زون هو انك تعيد هندسة البيئة اللي حواليك بحيث ان ما يكونش فيها اي ملهيات تشدك للكومفورت زون. وده مش كلام لوحدي، في ملايين الدراسات اتعملت واثبتت ان سلوك الشخص بيتغير بحسب البيئة. حتى في مقتبس بيقول Life is what happens when your cell phone is charging. المقصود انك فعلا بتبدا تعيش لما تليفونك يكون بيشحن وبعيد عنك وما تعرفش تستخدمه. تبدا ساعتها تستكشف اللي حواليك بقى. لازم تعرف ان كلنا بطبع واحد وفطره واحده، كلنا بنحب الراحه والانتخه ومش عايزين نعمل اي حاجه، لكن الفرق بين كل واحد فينا ان في ناس بتعرف تتجنب الاغراءات وناس تاني لا. ركز، تتجنب مش تقاوم. الموضوع مش قوه اراده، الموضوع عباره عن ذكاء في التعامل.
مجرد انك تكون عارف ازاي تتعامل مع الملهيات والمشتتات ده بيخليك متميز عن الناس التانية. نفس الحوار برضه هتطبقه في العكس، انت عايز تخلص حاجة بينها قدامك في كل مكان وابني اساليب تفكرك باللي وراك. جهز الكتب اللي عايز تذاكر منيها على المكتب، لو عندك كذا كتاب عايز تقراه وزع كل كتاب منهم على اكتر اماكن بتقعد فيها. والله عندك كورس عايز تخلصه او تذاكره، نزل الكورس على الفون او اللاب بحيث ان يكون جاهز على الفتح على طول مش محتاج نت. وطبعا لازم تحط اساليب للتذكير زي منبه يرن وتسمي المنبه بالحاجة اللي المفروض تعملها دلوقتي، او زي انك تكتب تاسكاتك اليومية على الفون وتخلي السكرين شوت هي خلفية الشاشة بحيث انك كل ما تمسك الفون تلاقي التاسكات اللي عايز تخلصها في وشك على طول، فتقوم تخلصها وتبطل مرقعة. انا شخصيا جربت الحوار ونفع معايا جدا، وبكده تكون عرفت كل حاجة محتاج تعرفها عن الكومفورت زون وعرفت كمان ازاي تتعامل معاها وتتخلص من اسبابها. اتمنى الفيديو يكون عجبك وفادك ولو بجزء بسيط. يلا خد بالك من نفسك، اشوفك الفيديو الجاي، سلام.